بعض الحوادث في منطقة الحرية بمحلاتها المختلفة. إخوان، تم تفعيل الجهد الاستخباري في هذه المنطقة. ألقينا القبض على عصابات اللي ذكرتها بمجموع 16 عنصر من أفراد هذه العصابة، ومجموعة أخرى 22 عنصر. كثير من الحوادث اللي صارت في منطقة الحرية تم معالجتها وكشفها بشكل دقيق. حتى الدلالين أو مكاتب الدلالية والعقار اللي كانت تتفق مع بعض الخارجين عن القانون أو الميليشيات أو القاعدة في سبيل ابتزاز أصحاب الأموال، اللي أصحاب الأملاك، الشخص اللي يريد يبيع داره، أنه كانوا يتفقون عليه حتى أنه يحاول بأرخص سعر ويبتزوه بشتى الطرق.